أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. الجهاز يا جماعة صوته واطي، وصاحبته عايزة تعلي الصوت وخصوصا على القرآن الكريم. طبعا معلش يا ابني، أنا عايزاه، أنا بعرفش أنام من غيره، بيونسني، بحس بالأنس يعني من ذكر من وجود القرآن في المنزل، فأعمله لي. فطبعا قلت لها ماشي، هاتي يا حاجة، بدل فيها قرآن يبقى إن شاء الله هنعمله بسهولة إن شاء الله. طبعا ده ماركة ناشونال، ماركة ناشونال، ماركة كويسة يعني محترمة، يعني زي الماركات القديمة اليابانية دي، يعني من الماركات اللي جت بعد كده بشوية برضو كويسة، أحسن من الصيني. فتحناه كده يا جماعة أهو، طبعا ملحم وطالع عينه طبعا، بس أهم حاجة الناس دلوقتي بتستخدم القرآن الكريم، الراديو في القرآن الكريم. هنيجي نجربه كده يا جماعة، بصوا نفتح الراديو، ادي اذاعة القرآن الكريم على قلبك كده اعلى صوت. هي بتقول لي كان صوته الاصلي اعلى من كده بكتير. طبعا جيت انا فتحت كده زي ما احنا شايفين، دي دايرة الصوت، اخراج الصوت، السماعة اهي، السلك بتاع السماعة سليم. غالبا يا جماعة الدوائر دي اللي هي الاجهزة القديمة دي، غالبا لما تكون صوتها واطي غالبا بيكون المكثفات دي نشفت، قل التسريب، فيها تسريب، قلت قيمتها، فبتأثر على الصوت والصوت بيوطى. ساعات بتجيلي أجهزة أوطى من كده بكتير. طب نتصرف إزاي يا جماعة؟ طبعا أنا عليت الصوت على الآخر، هنصلحه كده يا جماعة بطريقة بسيطة، مش عايز أقول طريقة يعني إيه، يعني بتاعة البسطاء، اتعلمتها زمان من الناس اللي سبقونا، ايام ما كانش فيه اجهزه ولا حتى يمكن ما كانش معاهم افوميتر اللي هو الديجيتال دلوقتي، وكنا في مرحله يعني تعب بقى. زمان كنت اشوفهم ازاي يا جماعه، يمسك ايه، يجيب مر كده على دايره الصوت ويجيب مكثف زي ده كده، 4.7 مايكرو، 4.7 مايكرو تقريبا 16 فولت، علشان الترانس هنا بيدي يعني ما بيديش اغلى من 12 فولت في الرداوه القديمه. وجاب المكثف ده وفضل يمرره على ايه، المكثفات من تحت. المكثف اللي يدي صوت ويعلي الصوت يبقى هو ده المكثف التالف، وكان ساعات يلزقه من تحت بالتوازي مع المكثف اللي احنا شكينا فيه او اللي هو على الصوت لما حطينا المكثف ده. طبعا المكثف ده فيه سالب وفيه موجب، فكان يحط السالب مع السالب والموجب مع الموجب. انا صراحه كده قلت ايه، اجرب من بره كده، ما افتكرت العطل والست غلبانه والعمليه هتسرح او هتبقى يعني كبيره، ممكن تطلع اي سي او العمليه تبقى غاليه، فعشان نتباسط مع الست دي وخصوصا دي تلاوه قران، فقلت ايه، اجرب المكثف واجرب الطريقه القديمه. فمسكت ده كده وفضلت اعمله على ايه، على المقاومات، لان انا مش طايق المكثفات من هنا. انا قلت يمكن المكثف من ده متصل بايه، باي مكثف يديني صوت. وفجاه يا جماعه وبسهوله والحمد لله، بحط الطرفين دول على المقاومه اللي هي الفوقانيه دي يا جماعه، اشاور لكم عليها عشان لو حد عنده جهاز زيه يعرف انهي مقاومه. دي مقاومه يا جماعه اهي، رقمها على الدايره جنب الاي سي دي، مقاومه 203 ار 203، قيمتها ايه، قيمتها يا جماعه 100 اوم. دي متصله بالاي سي. طبعا انا ما رضيتش، بتودي الاشاره للاي سي، طبعا انا ما رضيتش ايه اصغر المقاومه، قلت لو صغرت المقاومه ولا حاجه يرتفع الجهد على الايه، على الاي سي فيحصل حاجه. فقلت احسن حاجه ان انا احط مكثف مش هيمرر الفولت الدي سي، هيمرر بس الفولت الايه اللي هو الاشاره، فما يحصلش اي حاجه للاي سي. فهنعمل كده يا جماعه، هنجيب زي ما احنا شايفين كده،
لحمنا حتة قصدير من ناحية دي وحتة قصدير من ناحية دي، وهنلحم بقى ايه، نلحم المكثف ده كده. خلاص يا جماعة عملت المكثف اهو اللي انا عامله كده باللون الاحمر من فوق عشان يبان. ادي الاي سي حطيته على المقاومة على التوازي مع الاي سي، ونشوف بقى الصوت ده اهو يا جماعة. بسم الله كده صوته واطي. بصوا يا جماعة بقى اسمعوا. وليد الحسيني الشيخ محمود خليل الحصين من الآية 16 من سورة قاف وحتى الآية 23 من سورة الطور يقدم لهذه الرواية. لو ركبت المكثف ده يا جماعة العشرة ماكرو أو الأربعة سبعة ماكرو ولقيت الصوت زوران شوية أو حد شوية، كبر المكثف دوك وارفعه مثلاً ل 47 ماكرو، يخفض السرسعة شوية عشان ده 4.7 يجيب الصوت التخين شوية وهيعلي الصوت برضو بإذن الله. إلى الآية الثالثة والعشرين من سورة الطور. عشان طبعا النشرة يا جماعة حقوق الطبع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.